نور نور، حذري مين شفت اليوم؟ مين؟ أبوك. ولي؟ ليش رجع من السفر؟ ليش ما جبتيه معي؟ كيف بدي جيبه يعني؟ أنا شفته هو ما شافني، ناديت له ما سمعني، طلع صوتي مبحوح. يعني شو؟ يعني ضاع مرة تانية. طيب ليش هو ما بيجي بيسأل عنه هون؟ لأنه ما بيعرف وينا، لو بيعرف كان إجا. أصلاً أنت ما بيعرف أنك خلقتي بغيبته. طيب بابا ما عنده أهل نسأل عليه عندهم؟ ستك وجدك من زمان كتير توفوا، من قبل حتى ما تخلقي. أكيد بيكون عند عمتك. هلأ بنتغدى وبروح بشوفه هنيك. عمتي؟ ليش ما بعرف عمتي؟ ولك عين تجي لهون؟ ما بكفي اللي عملتيه بأخي؟ انتي ما لازم يسموكي شام، لازم يسموكي شئم. أمي؟ أمي وين رحنا؟ بلالك هالمعرفة. مثل ما بدك. بابا كان حلو؟ كتير. وقوي؟ كتير قوي. كان أحلى إنسان بالعالم، وأشجع إنسان بالعالم، وأجمل وأشرف إنسان بالعالم. بجوز بطل هيك وصار غير هيك. بجوز بطل يحبنا مثلا. لا تقولي يحبنا، أنت أصلا ما بيعرف إنك خلقتي لحتى يحبك أو ما يحبك. وأنا مستحيل يبطل يحبني، بعرف أنا. عادي. اسمعي اسمعي هالقصيدة اللي قال لي اياها ابوكي بزمان. بس تعرفي قديش كان بيحبني. كنا بالبرية، كان قاعد متركين راسي على ركبته، كان بيطلع من تمه الحكي مثل شربة المي، وانا كل كلمة كان يقولها كنت بسجلها من كتر ما كان كلامه حلو. بتضلك نايم وانت مفتح عيونك؟ أنا ما نايم. يعني رغم ما إنه ما له ريحة، بس يا سلام. طب إنه في ورد الله خلقه بس للفرجة، مو ضروري يكون لها ريحة. ولا أنت ما فيك تمرق هيك وردة بلا ما تشمها؟ شو تناويت النفس هيك؟ أنا ما عم شم ريحة الوردة، أنا عم شم ريحة أصابيعك اللي ضلت معلقة على الوردة. شايف الغيم اللي فوق؟ شايف منظر الغيوم وهي عم تسبح بالسما؟ شو حلو. انا على هاي الغيمه، وانت على هديك الغيمه. لا 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 لا، خلينا على غيمه واحده، بلكي هب الهوا فرغ غمان. يا الله شو حلو منظر القمر بالنهار، ليك طالع لونه فضي. انا شو بدي بالقمر الفضي اللي فوق اذا القمر الذهبي نايم على ركبتي هون؟ اسمعي. سمعنا. أغمضي عينيك يا ناطورة العبق لأقطف من الخدين والشفتين والعنق غمرا من الريحان والنعناع والحمق. إيه وغمضتي عيونك يا ناطورة العبق. إيه مو ضروري تعرفي كل شيء وكل شيء يعني، أنا بس كان قصدي فرجيكي قديش أبوكي كان يحبني. المهم هلأ بدنا ندور عليه ولا خلاص نفقد الأمل؟ لا بدنا ندور عليه وبدنا نلاقيه، وإذا نحن ما لقيناه أكيد هو رح يلاقينا، أكيد يكون عم يدور علينا. المهم هلأ قومي بسرعة خلينا ناكل لقمة مشان لحق روح عند عمتك. خليني روح معك لعند عمتي. لك يا ماما قلتلك بلاها هالمعرفة، عمتك وحدي ما بتتقالش. خلي البهدلة تطلع لي، انت بس اهتمي لي بدرسك. يلا